شكرا لطوق الياسمين، فضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين يأتي به رجل. مساء الخير مشاهدينا، طبعا نحن في لقاء القبل الأخير للأسبوع هذا، نتواصل معكم يوميا في الفضاء المباشر اللي من المفروض يقدم لكم مادة ثقافية وفنية تابع من خلالها كل الحراك الثقافي في تونس على مستوى تونس والجهات. ولكن في البداية خليني ندد بالأخبار والما وصلت له على ما سمعنا اليوم من أخبار اللي مفادها وأنه شخص قام بمهاجمة دورية أمنية بساحة باردو. الحادثة اللي شهدتها ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب اليوم الصباح، واللي بمقتضاها قام شخص بمهاجمة ضابط أمني وطعنه على مستوى رقبته، وكذلك استهدف أمني آخر ضابط ثاني على مستوى جبينه. أفادت التحريات الأولية أنه الشخص هذايا يتبنى الفكر التكفيري منذ 3 سنوات. طبعا هذايا الخبر، وأفادنا السيد رئيس قسم جراحة القلب والشرايين سي رؤوف الدنقير، رئيس قسم جراحة القلب والشرايين كيف ما قلت بالرابطة العاصمة، أنه الطاقم الطبي تمكن من أنه يتدخل لإسعاف المصاب الأولاني في الإبان، ولكن للأسف حالته لازالت حرجة. بالنسبة للمصاب الثاني توصلنا الأخبار وأنه غادر مستشفى شارنيكول بالعاصمة وحالته خير من بعد خير بعد تلقي الإسعافات اللازمة. طبعا احنا نندد من الموقع هذايا من الفضاء الثقافي الفني هذايا بالحادثة هذايا، ومرة أخرى نعاود نأكد ونسطر ونقول بالبنت العريض وأنه لا مجال لثقافة الموت ولثقافة الهدم ولثقافة الخراب ولثقافة الكره في تونس، ونقوله نعم بالصوت العالي والمرتفع لثقافة الحياة. حبينا البداية تكون بتحية للأمنيين، رجال الأمن الكل في الأسلاك الكل، حتى نقول لهم أنه الشعب التونسي ملتف حول الجهاز الأمني امتاعنا كيف ما عودناه دائما وأبدا. حبينا نقول لكم من خلال التحية هذه والبداية هذه، حبينا نقول وأنه الشعب التونسي الكل بصوت واحد باش يقول نحبك يا شعب، ولكن نحبكم يا أمنيون، وإن شاء الله ديما ديما نراوهم في أمن ونسمع عليهم الأخبار طيبة، لأنه ظروفهم ربما اللي يخدموا فيها تخليهم يتعرضوا لهزمات، ولكن أكيد وأنه الشدائد هذه ما تنجم كانت تزيدهم قوة وتزيدهم بأس. أنا باش نقول لكم نحبك يا شعب، نسمعوا الغنية هذه ونرجعوا حتى نواصلوا اللقاء هذايا من طوق الياسمين. تفضلوا. طولتها شوية من الأخرة. فكيت سلاسل وعملت جوانح، عليت وعديت السور، وبحضانك عنقت الشمس
ومن كف ايدك الوهاج بعت النور. صوت الحريه يا ندى لبيته بصرخه تغنى. صوت الحريه يا ندى لبيته بصرخه تغنى. يا شعب العز لولاك شمس الحريه ما تبان. يا شعب العز لولاك شمس الحريه ما تبان. يا شعب العز يا شعب تفجر بركان. نحبك يا شعب يلي ذاق الظلم 23 سنة ساكت وعايش في الهم. تحية مني ليكم للشهداء اللي ماتوا اللي ضحى بحياته واللي دافع لبلاده. Dépasser leurs murs pour avoir un bon destin. Partager une envie de révolte jusqu'à la fin. طلعت نغمة في صوتك سمعناها زقزيق الطيور. انت يا محرر البلاد من الظلم ومن الاستبداد. انت يا محرر البلاد من الظلم ومن الاستبداد. عدل هز روح الامجاد ورويها بدم الشجعان. عليها سروح الامجاد ورويها بدم الشجعان. طبعا من خلال الاغنيه هذه والكلمات هذه نحب نعاود نجدد على تنديدنا باللي حصل اليوم امام مجلس نواب الشعب، ونتمنى الشفاء ان شاء الله الشفاء العاجل للاطار الامني. اليوم في حصتنا شنو باش نراو؟ باش نحكيو على فيلم من المفروض وانه يكون موجود وحاضر ضمن مسابقه الافلام الروائيه الطويله في ايام قرطاج السينمائيه. باش نحكيو على مصطفى زاد، باش نحكيو ايضا على برنامج جديد من اعمال جديده لازهر الشعير درار عربيه، وباش نحكيو ايضا على تظاهره فريده بمبادره للمره الخامسه من طلبه كليه الطب بتونس. باش يحكيو لنا على التظاهره هذه في جزء ثالث واخير. منعم شويات بطل الفيلم حاضر بيناتنا ومعانا، رحب بيك. مرحبا بيك، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. مرحبا. قبل ما نبداو نحكيو على الفيلم وانت البطل قدمتك وقلت البطل للفيلم الروائي الطويل هذايا، الثقافه واحنا نحكيو اليوم الحقيقه بوجيعه حابين البدايه، حتى معناها لقينا صعوبه باش نبداو في الوقت الراهن اللي تونس الكل معناها شفنا انه المصاب هذايا في وقت اللي قلنا الارهاب بعد، الارهاب تناسيناه شويه، الارهاب ما عادش شكل خطر علينا كيف ما قبل، تعاود الحادثه هذه تعاود ترجع للميدان. انا ربطتها بالثقافه، قلت صحيح. ثقافيا الثقافه عندها دوري ديما في انا في تصوري الحقيقه هالعمليه اللي صارت اليوم هي تبين مرة أخرى قوة رجال الأمن في تونس اللي هما قضوا بشكل كبير على الإرهابيين في المعاقل متاحهم، توا ما عاد عندهم ما يعملوا في المحاولات الأخيرة متاحهم اللي هي باش تكون معناها وجها لوجه. نتمنى بكل صراحة ومعناها من القلب الشفاء العاجل للإطار الأمني اللي هو ابن البلد اللي دافع علينا، ويرجع لعائلته إن شاء الله والأسرة الأمنية الكل اللي تسنى فيه. واعتقد ان الثقافه لها دور كبير، اذا كان ما هيش مسؤوليه الثقافه يظهر لي ما هيش مسؤوليه حتى حد اليوم، لان الثقافه هي الدرع الكبير اللي باش يخلي الناس تنجم تعيش مع بعضها وتقبل الاخر اللي هو في محاوله للدفاع عليه ماهوش ضده. يظهر لي اذا كان الفهم المغلوط اليوم انه رجل الامن ضد الناس هذه فكره غلطه برشا، وبالتالي اعتقد ان الثقافه بامكانها ان تخلي الناس تقبل 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 أنفسها أولا وتقبل الآخر وتتعايش معه بدون يعني خلفيات او صحيح. عنف هذا هو، وربما هي ايضا تفضح وتعري هالممارسات هذه اللي هي اقرب ما يكون لثقافه الخراب والموت والمعنى والدماء اللي صح. عمره ولا كانت في ثقافتنا ولا في عاداتنا من قديم الزمان لليوم. انا باش نستدعاك انه نمشي ونشوفوا بعضنا فقره ايمان مجده الصغير اللي تعودنا نبداو بها الاخبار الثقافيه، وراجعين حتى نحكيوا على فيلم مصطفى زاد اللي قلت من المفروض وانه يكون موجود في الجي سي سي 2017 ضمن مسابقه الافلام الروائيه الطويله.
مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لك إيناس، وتعقيبا على الكلام اللي قالته إيناس في بداية حلقة اليوم من طوق الياسمين، أحسن حاجة نبدأ بها لتحيا تونس حرة آمنة ومستقلة برجالها ونساها ويدي الغدر هذه نجموا نقاوموها بالثقافة والنشاط الثقافي، والناس انتوما اللي في دياركم تتفرجوا فينا تنجموا تمشي وتواكبوا كل التظاهرات الثقافية وتحيا ديما تونس، هذه أقل حاجة نجموا نقولوها. نبدأ بالأنشطة الثقافية، نمشي ونحكي على تظاهرة جي سي سي كأنك فيها في دار الثقافة أبو القاسم الشابي في بن عروس. عديد من العروض تلقاوها موجودة، من بينها عروض للأطفال، عروض زادة للكبار. نحكيوا على مجموعة من الأفلام باش تكون موجودة في التظاهرة هذه. عندكم موعد غدوة 7 متاع العشية مع فيلم شبابك الجنة، نهار الجمعة عندكم موعد زادة مع زهرة حلب، ونهار السبت عندكم موعد مع تونس الليل طبعا ضمن تظاهرة جي سي سي كأنك فيها. نمشيوا نحكيوا على تظاهرة أخرى وموعد ثقافي آخر باش يكون تحضيرات كبيرة لمهرجان 17 ديسمبر في سيدي بوزيد، وكان لقاء جمع عدد من نواب مجلس الشعب مع وزير الشؤون الثقافية، وكما قلت تحضيرات لمهرجان 17 ديسمبر اللي باش يكون في سيدي بوزيد، وباش يتم زاد إقامة متحف يجمع كل الثروات الأثرية اللي موجودة في سيدي بوزيد. من سيدي بوزيد نمشي ونحكيه في قفصة، وأهم الأنشطة اللي قاعدة تصير في ولاية قفصة اليوم كانت فما تظاهرة جميلة برشا اللي هي عرض التاكسي الثقافي في دار الثقافة المذيلة، وهذه صور قاعدين نشوفوا فيها اليوم هاكا عدينا صور لعرض التاكسي الثقافي وين جمع عدد من الصغيرات في دار الثقافة المذيلة. في نفس الموعد غدوة زادة من أهم الأنشطة، غدوة عندكم موعد مع 40 فقيد الساحة الشعرية بوترعة، وعندكم تنظيم من بيت الشعر التونسي باش يكون زادة هذية نهار الجمعة. نبقاو في جنوب التونسي، نمشي نحكيه على مهرجان حكينا عليه قبل، هو مهرجان الدولي للموسيقى الصوفية اللي باش ينطلق غدوة، وعرض الافتتاح غدوة العشية باش يكون مع الزيارة. العروض اللي تستنى فيكم أكثر تفاصيل نشوفوها في الفيديو هذا. بجمالها، بوحدها، بمدينتها العتيقة، بروحانياتها. في دورته الثانية المهرجان العالمي للموسيقى الصوفية من 2 إلى 5 نوفمبر في نفطة. من تونس السيارة، حضرة رجال تونس، ليلى حجيج، أحمد جلمام. من العالم فرقة ابن العربي من المغرب، درويش بروجيكت من فرنسا، كوالي من الباكستان، محمود فارس من حلب، وداود سليمان من دمشق، مع تواجد ندوات أكاديمية وعلمية بحضور أخصائيين في علم الروحانيات والصوفية. موعد عائلي من 2 إلى 5 نوفمبر 2017. هذا هو هاكا تنجموا تمشيو تواكبوا كما قلت لكم بين تونس العاصمه، تمشيو زاده لاهم التظاهرات اللي تصير في البلاد. نرجع لكم بعد مع كويك نيوز، اخر الاخبار السريعه والجديد ديما تلقاوها في طوق الياسمين. ما توا نرجعوا لإيناس أضيفها. يعطيك صحة إيمان. نرجعوا، كنت أعلنت وقلت أنه في الجزء الأولاني باش نحكيه على فيلم مصطفى زيد لنضال شتى، وبحلينا بطل خليني نقول الفيلم هذايا منعم شويات بعد غيبة عنا مدة كيف مريناكش، وخلينا نبدأ ساعة بالفيلم. الفيلم هذايا في قداش من دقيقة وشنو باش يقدم؟ معناها فيلم روائي، فكرته الأساسية شنو؟ فيلم روائي طويل معناها في ساعة وعشرين دقيقة تقريبا مدة الفيلم. الفيلم يظهر لي حكايته بسيطة جدا، أنه معناها مواطن عادي اللي هو زميلكم، معناها هو مذيع في الإذاعة بالأساس، ويقوم يعدي نهاره بشكل عادي جدا لكن بضغوطات كبيرة اليوم يتعداله، وهو ما كانش يرفض، ما كانش عنده موقف حقيقي من الأشياء اللي تدور حوله، إلا أنه في آخر اليوم، لأنه أحداث الفيلم تقريبا تدوم في أقل من 24 ساعة، يعني يقول لا للأشياء اللي تتغير بها كل المعطيات متاع الفيلم، معناها الرفض متاعه وأنه يقول لا للأشياء اللي دايرة به خلته يكون حاضر يعني فيه. طيب الفيلم هذايا باش يقدمك لجمهور الجي سي سي منعم، باش يخلي وانه الفيلم هذا يدخل في اطار المسابقه، رهانك انت على الفيلم هذايا كمشارك فيه كطرف من داخل الفيلم؟ طبعا انا مش اول مره نكون موجود في الجي سي، لكن يظهر لي اول مره في مسابقه في المسابقة الرسميه، يعني من كنت موجود في افلام اخرى تعدت في الجي سي، لكن في المسابقه يظهر لي اول مره، يعني نتمنى انه الحقيقه يلقى اعجاب من التوانسه اساسا،
ومن بعد يعني نتمنى أن أيضا أنه يكون موجود في تتويجات في سهرة 11 نوفمبر في الاختتام إن شاء الله. لكن مسألة التتويجات الحقيقة مسألة ذوقية بالأساس، يعني لأنه كل لجنة وهي وميولاتها والذوق اللي نجم. عندك فكرة على الأفلام الروائية الطويلة الأخرى المشاركة في إطار نفس المسابقة؟ ما واحد يعرف زيادة حظوظه بالمقارنة. نعرف الحقيقة اللي فما أفلام جيدة الحقيقة، الأفلام التونسية اللي هو فيلم كوثر بنهنية اللي هو نتصور اللي هو فيلم خرق العادة، وإن شاء الله زادة كيف يتم متابعته من طرف التونس كله. فيلم وليد مطار أيضا في المسابقة، يعني ثلاثة أفلام روائية طويلة في المسابقة تونسية. وفما أفلام من المغرب، أفلام من الجزائر، أفلام من جنوب أفريقيا اللي الحقيقة اليوم يقدموا في سينما خارق العادة. ماناش واحد باش ينكر اللي الجزائر اليوم أو المغرب أو جنوب أفريقيا أو مصر تقدم في أفلام ممتازة جدا، يعني ما ننكرش اللي البلدان هذه يقدموا في أفلام معناها دون المستوى، وهذا يرفع أيضا من مستوى الأيام والمسابقة ككل بالطبيعة. أنا نعرف أنه أنت حاضر أكثر مسرحيا، حاضر أكثر على خشبة المسرح. سؤالي ليك هو شنو أضاف لك الدور هذية؟ أكيد تفرغت باش تخدم الدور هذية، فعندك عليه رهانات؟ جاوبني بعد ما نشوفه سي منعم. شوفوا التقرير هذية يحمل إمضاء زميلتنا إيمان مرة أخرى، نشوفوا التقرير هذية ونرجع نحكيه أكثر معك. عبد المنعم شويات أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي، ممثل مسرحي له العديد من المشاركات السينمائية والتلفزية التونسية، أثبت وجوده بخدمته وإحساسه من دور لدور. شفنا حرفية في الأداء الأمير تحت برج الديناصور، باستاردو، ريحانة، شرع الحب السراب الأخير، والقائمة طويلة. انت وشهيني نانشيب مش كي عارفة انا وشهي يا رسول الله. ودبني ربي ما وصيتني على شيء. قولها وشي، قولها وبرا فك علينا، عندي من تحدثنا يا وعاشة. نمشي نقلب وجهي وتقعد انت تتحدث انت وعاشة ونتحدثنا وكرافتات. برا بركة انا عارفك وشاهي، تو نقول العيشة بعد. عامر اتحدث مع الكرافتات. تحدث مع عاشة. نرجع لأهم الأعمال التلفزية اللي شارك فيها عبد المنعم شويات، نلقاه في مسلسل ريحانة ومسلسل شرع الحب. أي لا صحيت يا كعبورة، توا كوكي ولا حاسب فيكم وكمبوات نربحهم وهز بهم راس الحب نسيتهم، مع الحمروني متاع ريانة، سيكي متاع باب جديد، الرينكو متاع جبل الأحمر نسيتهم. شنو سينوح؟ ما كنتش تقول توا نذبحوه ولا شفت عمل هادي نسيبك وليت بندر له؟ شنو ستار هوني؟ سنة دوريك تبندير كيفاش؟ هاي تجبت ستار هوني تجبت. هاي سيدي الكومبا وفلات من قبيلة، هاي كل حد يشد الزيت. هاي سيدي روح هاي يجي ويناشي. أما بالنسبة للأفلام اللي تميز فيهم عبد المنعم على غرار الأمير مع محمد زرن، نلقى مشاركة خاصة في فيلم باستاردو نجيب القاضي والسراب الأخير نضال شطة، الفيلم اللي من بطولة النجم العالمي جون مارك باغ وهشام رستم وغيرهم من الممثلين التوانسة. Je suis l'inspecteur principal Abdallah. Je vous écoute. Je m'appelle Justin Livingston. Je suis biologiste et explorateur. Je n'aime pas les Américains. Mon père et moi avons vécu longues années en Irak. Ce matin, je crève un pneu dans la région de l'Irak. Ensuite, j'ai marché quelques kilomètres et... plus rien. Je ne me rappelle de rien. Ma mère est morte sous les bombes à Bagdad. Dommage collatéral. Je suis sincèrement désolé. Ce document est une redoutable synthèse qui risque de bouleverser toute l'histoire des sciences telle que vous, occidentaux, l'avez écrite. Ce docteur Rachid, qui est-il réellement? Le jour de votre arrivée, un marchand meurt dans le hammam, des meurtres. Aucune nouvelle de Adnan, pas de trace du manuscrit. Ce flic qui nous espionne est maintenant cet américain, Shay Abloum. بعد السرب الأخير باش يتجدد التعامل بين عبد المنعم شويات ونضال شطة في فيلم مصطفى زاد اللي باش يتم عرضه في أيام قرطاج السينمائية في دورة 28.
طبعا هذه بعض المحطات خليني نقول المنعم شويه تلفزيا وسينمائيا. كنت سالتك الدور هذايا شنو رهانك عليه وشنو جديد، يعني شنو الاختلاف مقارنه بالادوار اللي لعبها قبل منعم شويه؟ الفيلم هذا استثنائي بالنسبه لي لخاطر فيه برشا معطيات، لاني انا صاحب الفكره الاساسيه اللي تبني عليها الفيلم، ومن بعد السيناريو عم كتبته صوفيا حواس، وايضا انا بصفتي كوبرودكتور في الفيلم، معناها انا معناها مشارك في الانتاج. هذاك علاش الفيلم بالنسبه لي يحمل اكثر من واجهه، واول مره انا نتابع يعني انتاج الفيلم من الكتابه الى اخر المحطات اللي هي توا من الفه الى يائه. بالضبط بالضبط الى زيد الى زيد هي احلى هي زيد مصطفى تولي به جدمو كهو. معناها هذا الاستثناء اللي موجود في الفيلم، معناها الحقيقه تجربتي الثانيه مع نضال شطة في الـ في الـ في الـ في فيلم طويل. أي. بعد سراب الاخير اعتقد انه بدات فما نوع من التفاهم الكبير بيني وبين نضال، الشيء اللي خلينا نعاودوا التجربه مع بعضنا. طيب نسألوك مسرحيا زيدا، لأني قدمتك وقلت نعرفوك أكثر على خشبة المسرح، على المسرح شنو عنا في الأيام القليلة القادمة؟ فما عمل جديد، فما عمل مع شكرا رماح، شنو عنا؟ لا مش مع شكرا، العمل الأخير كان مع شكرا. أنا لا كان عندنا مشروع أنا وشاكرة وبعد ما نجمناش نعملوه، لكن أنا توا حاليا على مشروع الشقف بطبيعة الحال مع سيرين جنوب. مع شاكرة علاش ما تمش العمل؟ ما تمش لأنه ما وقعش دعم المشروع من وزارة الثقافة، الشيء اللي خلانا ما نجموش نوصلوا فيه الحقيقة. لكن سنة بعد اللي توا حاليا على شقف اخراج سيرين جنون ومجدي ابو مطار، وكنا في سفره في كندا وقدمنا في اكثر من مهرجان في كندا لمده شهر ومن بعد رجعنا، حاليا في بصدد اعداد عمل جديد اسمه نورات للجردون. نورات للجردون مسرحيه عن روايه لروائي امريكي اسمه دانيال كايز، هي الروايه اسمها دي فلور بور الجرنان، ونحن ترجمنا العمل وتوا نشتغل عليه في فضاء مدار. بالضبط في فضاء مدار. وشكون معاكم؟ شكون التشكيل؟ عطينا فكره على اللي باش يعتليوا معاك المسرح يوصلوا معاك عندنا الفكره. اساسا سلمى بوكيف اللي هي راقصه كلاسيكيه يعني، اللي انا اساسا انا وسلمى على المسرح، ومعنا يمكن عباب الاطلس الحنديري لانها في دور صغير معنا في العمل هذا، هذا الفريق العمل اللي يكونوا مع بعضنا في المسرح بوجود سينوغراف اللي هو أمين والمنتج متاعنا بطبيعة الحال، معناها فما فريق كامل داير بيك باش نجم تخرج العمل هذا باش يظهر ويرى النور. أعطينا فكرة على تواريخرا. أنا عرفنا المكان فضاء مدار. نتصور في أيام كارتاج المسرحية مرة أخرى باش نكونوا موجودين بنورات الجردون إن شاء الله. يكون جاهز ان شاء الله. يكون جاهز ان شاء الله. باش نسالك سؤال كلاسيكي ولكن لابد نساله، بما انك انت عندك بليزيور كاسكيت حتى بالفيلم هذايا الاخراني ما شاء الله، معناها لي كاسكيت نتاعك كثروا، ايهما الاقرب ليك، المسرح السينما؟ وقل لي تلفزيا وين منعم شويه؟ وحشنا منعم شويه في الاكران في الشاشه الصغيره. ربي يخليك. الحقيقه انا الاقرب ليا هو المسرح بطبيعه الحال، لانه هذاك المجال اللي نجم نلعب فيه اكثر بحريه، ونستغل كل الأشياء اللي نجم نقوم بها في المسرح باش نقدم بها شخصيات في السينما. في التلفزيون ما كنتش غائب برشا لخاطر السنة الفارتة كنت موجود في مسلسل المنارة مع عاطف بن حسين. نتمنى أنه نرجع، أنا عندي ثقة في أن نكون موجود إن شاء الله في عمل كبير. أعتقد أنه معناها اليوم كي تقول لي كبير شو معناها؟ أعتقد أنه اليوم بالشيء اللي قدمته مسرحيا وسينمائيا، أعتقد أنه المخرجين معناها في التلفزه سوف ينتبهون لعبد المنعم شويه من جديد، يعني لقدراته ومواهبه يعني مازال منعم شويه في انتظار الدور الحظ، الدور اللي باش يعرف به اكثر، اللي باش يخليه يتعرف ويتحب اكثر. بالضبط، انا قدمت الحقيقه مع سي حمد يعرفها ادوار متميزه. أي. وحبوها الناس، اما نتصور اللي جاي الدور اللي باش نكون به
اكثر ديما نحكيو تلفزيا صح تلفزيا باش يجي الدور. انا هكا عندي احساس اني نهار باش يجي الدور الكبير اللي باش نقرب به اكثر للناس اللي يكون طالع خير ان شاء الله عليك. حتى نختم نحب نعملوا عودا على بدء نعاودوا نرجعوا لمصطفى زيد كيفاش تشره العباد الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا واللي بدينا نتحسوا عاد توا في الجي سي سي الاسبوع الجاي معنا قرب كيفاش نقولوا لهم يمشيوا ويتفرجوا يقصوا تذكره ويدخلوا يتفرجوا في مصطفى زيد على طريقتك انت. انا باش نقول لهم اللي مصطفى زيد هو الفيلم اعتقد اللي باش يكون قريب برشا من توانسة لانه يحكي مشاكلهم قريب منهم بشكل كبير جدا. اذا كان يحبوا يكونوا موجودين ويشوفوا الفيلم مرحبا نحن نقول لهم ماذا بينا تشوفوا الافلام التوانسه حتى نعرف ايضا نقائصنا يعني وين نحن عندنا مشاكل وين نجموا نحسنوا ايضا هالافلام متاعنا. نتمنى أن التوانسه يحضروا كالعاده هذه بصراحه قوه تونس في المهرجانات نتاعها. ما فماش مهرجان زرناه بجمهور كما الجمهور التونسي يعني ايام كارتاج السينمائيه والمسرحيه لها جمهور استثنائي هو نقطة القوة بيناتنا نقطة القوة بصراحة. الأيام هي الجمهور بصراحة يعني تلمذي طالبي مواطنين موظفين فأنا مش خايف على مصطفى زيد الحقيقة في أيام كارتاج السينمائية. نتمنى أنه وقت اللي يخرج الفيلم في القاعات اللي هما للأسف معناها عمال يوليو شوية لكن نتمنى أنهم يكونوا موجودين وقت اللي يخرج الفيلم لأنه في أيام كارتاج السينمائية جمهورنا الحقيقة خارق العادة أو واحد من أفضل الجمهور في العالم الحقيقة. طيب سيدي نتمنى لك الحظ الوافر ان شاء الله نسمعوا برشا اصداء تجينا طيبه على مصطفى زيد وعلى دورك وعلى ادائك انت بالذات في انتظار ان نراوك تلفزيا ان شاء الله ان شاء الله على الوطنيه بارك الله فيك ان شاء الله على الوطنيه. باش نقول لك يعطيك الصحه وباش نمشيو نحكيو رسم نعاود نذكر فقط انه بعد شويه في جزء ثاني باش يكون حاضر بيناتنا الازهر شعير جينا وجايب معاه جديد باش نحكيو على دور العربيه ولكن عنا اكثر من هكا باش نحكيو معاه عن جديده وعن اعماله القليله في الايام القليله القادمه. نقول لكم راجعين بعد المعرض هذا تفضلوا. من ستوكهولم إلى سيدي بوسعيد عنوان معرض رسم للفنان التشكيلي علي بن سالم برواق صلاح الدين بسيدي بوسعيد. لوحات جميلة بألوان زاهية تبرز الواقعية التي انتهجها الفنان والذي قضى أغلب فترات مسيرته الفنية في السويد. علي بن سالم مولود عام 1910 وتوفى عام 2001. علي بن سالم خدم برشا في حياته ملي هو صغير خدم لابروف لي عام 38 خذا بري اسمه البري دو لافريك دو نور ديجا بور دي مينياتور. لي مينياتور وقتها مش معروفين ياسر وهو كان يخدم لي مينياتور الكبار والصغار وكل شيء ويخدم على البلار ويخدم على التوال ويخدم على الكونسون وكل شيء يخدم برشا. سكن في سيدي زريف في سيدي بوسعيد هنا قبل من الاول سكن في الناظور بحذا الناظور وبعد سكن في سيدي زريف ومن بعد في الاخر مشى الحمامات سكن في الحمامات. اما قعد يمشي برشا للسويد ويجي عاش بقيت 50 سنه في السويد. الوغ على هذاك مرته الاولى سويدواز جاب منها 3 اولاد واحد توفى وقعدوا ثوث وبعد توفيت وجاب مرته الثانيه ما جابش منها اولاد ما عاونته برشا في حياته عاونته في كانت هي بيتها فنانه عاونته برشا وعندنا تابلو نتاعها هوني اللي مصور راجلها سي علي بن سالم في الحمامات. الاكسبوزيسيون هذه عندها قيمة كبيرة ياسر خاطر مختلفة هنا فما من عام 46 تابلوات من عام 46 باش تفيقوا بهم بالسيناتور السيناتور غامقة باللكحة بالمارون وهذوك هذوك اللي عام 40 والاخرين اللي بالابيض وكل شيء من عام 60 الفوق وفما حتى دي سيناتور بالبلو وكل شيء وتفيقوا للسيناتور اللي هي اوريجينال وكل شيء تلقاو السيناتور كيما لون التابلو ماهيش زايدة ماهيش بلون آخر جات تابعة الخدمة اللي خدمها خاطر هو مثل كيكمل إلى سيني مش يكمل ويفا سيني من غدوة يسيني بكل كولور اللي هي في التابلو هذه حاجة امبورتونت إذا واحد يثبت فيها برشا. Familial, et bien, la charme à la famille, les deux là. Puisqu'il y a son fils, il y a un chien. Bah oui, c'est pas.
وفعنده حاجة قوية ياسر اللي هو يحط الروح في العينين، أخذ العينين اللي صورهم علي بن سالم تفهم العبد شي يحب يقول. كانوا جالوت تلقاه عينيه تكحل وحالته حليله، كانوا يحب تلقى الحب في عينيه، كانوا المرأة كيف كيف تبدأ تندغ وجنتي هكا وحليلتها وكل شيء تبدأ في عينيها، كل شيء تشوف في العينين. راهو العينين حاجة صغيرة نقطة، ما هو ينجم يحط الروح في العينين حاجة عظيمة جدا، وتنجم تشوفوهم في التابلوات نتاعو ويحلي العبد، يحلي الراجل رجعوا شباب. وراهو هذوما تابلوات قدم لهم 40 عام لهم 50 عام، وديجا هو حتى الراجل في مستوى المرأة ديجا أمل ليغاليتي، هو قبل برشا عباد ومن ليغاليتي قبل ما الناس تحكي عن ليغاليتي. مغروم ياسر بالغزال، مغروم برشا بالحصنية، وكان شفت التابلو اللي ورايا كيفاش الحصنية تجري والكافالي واقفين، عندي غير باش تسمع كيفاش الحصان قاعد يجري تسمع القالون تاعو. فمن في ديما الروح، حتى كي ما يحطش الروح في العينين يحطها في الموفمون نتاع الحصان، مالا في الموفمون نتاع الغزاله، مالا في الموفمون نتاع هو يعاود راهو شويه يعاود، تلقى الثاني هي بيدها معاوده بالوان اخرى، بالوان ماهيش كيف فمن يبدل الالوان. قالوا لي كان يقول العباد كي يجيو يشريو تابلوات يقولوا راهو التابلوات هذوما باش تولي عندهم قيمه نهار اخر. شكون اليوم يجي يقول اشري تابلو نتاعي راهو باش يولي غدوة عنده قيمة؟ كان عنده ثقة في النفس وثقة في روحه، وكي عبد يبدأ عنده ثقة في النفس تلقاها في الخدمة نتاعو. شوفوا كي يعمل بانتور ويعمل ديسام بالفاتر ما فما حتى آري متعدد، وهو يعمل على على البلار برشا، على البلار برشا تابلوات وعلى البلار فوق البلارة، ويعمل على التوال ويعمل برشا على الكونسون. بس عنده ان كونسون سبيسيال مش لونه ازرق، الكونسون الكونسون لونه اصفر من التالي مش لونه ازرق، وهو يعطيك الالوان ويزيدك الالوان اللي تشوفوا فيها الزرقاء، خاطر عاش كمان في سيدي بوسعيد. شكون ما عاشش هنا؟ عاش هنا والالوان بيان سور، عاش هنا في سيدي ظريف، قعد برشا في سيدي ظريف وبعد مشى للحمامات من اعز ما فما. مواصلين اللقاء نتاعنا، فني ثقافي كما قلت واعلنت، ضيفي هو الازهر الشعير اللي حاضر بيناتنا ومعنا. مرحبا بك سي الازهر، وكيف كيف انت من الاسماء والوجوه اللي مروهاش ياسر تلفزيا، مروكش برشا في بلاتوات سي الازهر. صحيح. شكرا بارك الله فيكم على الاستضافه. يعيش. والله كما قلت انت معناها مانيش كثير الظهور لعده اسباب، اولها معناها يعني كل معناها مصداقية الحكاية تبدلت 180 درجة على مستوى الإعلام وخاصة الإعلام الخاص وكذا واحد. ثم البرودوي يعني الإنتاج بصراحة معناها ولا فيها حسابات أخرى، يعني أنا مش مو دوري أنا ملحن أي. حتى المطربين تولت عندهم نظرة أخرى، ولت عندهم كذا، علاك علاش ولينا قليل معناها قليلين الظهور تلفزيا في حين أي. أن الإنتاج ولله الحمد كثير، هذا الأهم هو طبعا هذا اللي يخليك بحذنا اليوم. أي طبيعي هكا طبيعي. أنا نجي ما نبدأ بحاجة جديدة بحاجة فريش كنقول لهم، وحاجة يا إما حضرت يا إما بصدد التحضير، مش نحكيه على عمل بصدد الإنجاز اللي هو دورار عربية هي نعطيه حقه العمل هذايا ساعة، وين وصلت في التحضيرات وشنية الفكرة بالضبط؟ درار عربية هو برنامج بإذن الله سيكون تلفزي، المدة بتاعه ساعة. الهدف منه هو معناها بقدرة الله انتشار الأغنية التونسية على الصعيد العربي، لأن هي عبارة على جلسة بكلمات بيضاء مفهومة على معناها على الصعيد العربي. إن شاء الله باش معناها باش يكون موجودين فيه من خيرة الموسيقيين الموجودين على الساحة الفنية، ثم من خيرة المخرجين. وبالمناسبة دي ما نقدم تحية للصديق حسن الغضبان اللي هو باش يكون مخرج هذا العمل، ثم باش نختاروا أصوات ما هيش معروفة على الساحة الوطنية معناها بشكل كبير، هاوية معناها مش هاوية معناها تكون أصوات جميلة وتبلغ لنا جملة الموسيقية والكلمة بتلفصان أن على مستوى عربي بقدرة الله تكون مفهومة. علاش؟ لأن لاحظنا بكل ألم نقولها أن معناها الأغنية التونسية بصراحة ناقصة الهوية، يعني بطاقة تعريف الأغنية التونسية مش موجودة. علاش؟ لأن مطربين وبكل ألم مرة أخرى يغنوا المصري، يغني اللبناني، يغني توكي نسمع مثلا الجملة الخليجية يقولوا هذا خليجي،
ولا الليبي هذا الليبي، إلا في تونس تحسها برشة أنماط موسيقية. لذا احنا الغايه من اما احنا نجم نقراوها قراءه ايجابيه زيادة، انه التونسي الفنان التونسي يجيد ويتقن هذاك اللهجات الكل، هذاك ما نشكوش فيه. أي. لكن احنا زاد ثم مثلا نستحضر تو يقول لك اذا اردت ان تعرف مستوى شعب فاسمع موسيقاهم، لان الموسيقى عندها دور. انت تحكي على مستوى الانتاج على الاقل، الانتاج طبعا والكلمه، ولان ما نقدروش ناديو في اغاني بلهجات اخرى. بلهجات اخرى انا مش ضد الانفتاح كما قلت انت، ولا ما وباي التونسي انه يغني مثلا الشرقي ويغني الغربي زاده ويغني كذا، لكن احنا في حاجه زاده كوطنيا نحكي لك في حاجه الى جمله تونسيه، لان في اعماق الكيف تلقى الجمله التونسيه، في اعماق الجنوب تلقى الجمله التونسيه. وهذه الفكره اللي انبنت عليها سي الازهر درر عربيه، درر يعني عربي من هنا فكرتوا انكم تعملوا البرنامج هذا بالضبط. والانتاج هذايا باذن الله يكون معنا سيكون من كلمات الشاعر المتميز عبد الصمد كرشيد، وهي من الحاني كلها فهمتني، وان شاء الله باذن الله ستسوق قدره الله للتلفزات العربيه، وفي القريب ان شاء الله العاجل معناها ان شاء الله باش نبداو في الحكايه هذه. هي تلفزه برنامج تلفزي التلفزه اللي باش تبث درار عربيه معروفه؟ والله نص معروفه نص معروفه. لا هي معروفه يا مش معروفه؟ لا مكان للنص لازم. لا ثم مكان للنص. معروفه ولا مش معروفه؟ معروفه. لا معروفه معروفه في الخاص ولا في العام؟ والله في العام ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نكونوا في العام، لان اول هديه نهداها ساعة للعام خير، بعتين الخاصة هو بطبيعته يمشي ان شاء الله. انت حصلتني شوي لمحل. لا ما حصلتكش، اما انا حبيت نعرف خاطر علاش انت اول جمله قلتها كي قلت لك غايب عندك مده بديت بالاحترازك على القنوات الخاصه، فانا قعدت نستنى كان باش تقول لي في الخاص باش نقول لك ما قلت. لا 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 هي في العمومي هي في العموم ان شاء الله في القناه الوطنيه الاولى ولا الثانيه، هذا هو بالضبط ان شاء الله. وان شاء الله احنا نكونوا معناها الاهداف اللي هي الغايه، اول حاجه هو الانتشار الجملة الموسيقية التونسية عربيا. اي صحيح، هذا اللي ينقصنا وهذا اللي نخدموا عليه. طبعا. باهت نسمعك وانا في حضرة سي الازهر الشعير والعود موجود، نسمعوا حاجة، نسمعوا حاجة هكا تجي على بالك هو خير ما نبدا به طبيعي. أي. أن اليوم خاصة مع العملية وانتاجك غزير ما شاء الله معناه. تبارك الله. تبارك الله. مع العملية الغادرة اللي صارت اليوم هو معناها أول هديا قدمها طبعا الى الحبيبه تونس، هي من كلمات كذلك عبد الصمد كرشيد ومن الحاني. يا احلى الاسامي اغلى الاسامي، يا شمعه غرامي يا تونس يا حلوه يا حلوه، سكنتك بعيني يا روحي يا عيني، غالبني حنيني من حبك ما أروى ما أروى، يا أحلى الأسامي أسامي أغلى الأسامي، يا شمعة غرامي يا تونس يا حلوة يا حلوة، سكنتك بعيني يا روحي يا عيني، غالبني حنيني من حبك ما أروى ما أروى، يا أحلى الأوطان أغلى الأوطان، يا عروس البلدان يا خضرا يا بلادي، أحلى الأوطان أغلى الأوطان، يا عروس البلدان يا خضرا يا بلادي، أقسم بالرحمن بكتاب القرآن نعليه البنيان، شبكين الأيادي يا أحلى الأسامي أسامي أغلى الأسامي، يا شمعة غرامي يا تونس يا حلوة يا حلوة، سكنتك بعيني يا روحي يا عيني، غالبني حنيني من حبك ما أروى ما أروى،
حابش نصفق عليك سي الازهر لانه الاغنيه مستنا ومستنا من قريب، يكفي انها تتغنى بتونس اللي ان شاء الله ديما منيعه ديما عتيده وديما الجمال هو اللي ينتصر، وثقافه الحياه هي اللي تنتصر باذن الله. الفن ما هي الظلم ما يدومش راه باذن الله. يعطيك صحة على الاختيار جميل برشا، شكرا وخلينا هكا وخلينا سكينة اي سرحنا سرحة جميلة ان شاء الله نكونوا واردين للسادة المشاهدين ان شاء الله. به انا باش نعمل معاك نستوقفك شوية وقت، الوقت هذايا باش نخصوه لبعض المحطات ونرجع ونقول العطاء غزير، هذه بعض المحطات الازهر الشعيرة اللي قعدت في البال وفي الذاكرة، نشاهد ونرجع باش نحكيو عنا ما نحكيو معاه اليوم. تفضلوا. يا موج البحر نبت الصحاري وشيل الزلحي ركوب البحر، يا موج البحر ما بعدهم دياري، اكتم كنافيك من يكتم السر، يا موج البحر نبت الصحاري وشيل الزلحي لركوب البحر، يا موج البحر ما بعدهم دياري، اكتم كنافيك من يكتم السر، ولا عوام الموج لنعاند الواري، ولا عين المسكين الطاوق صغار، حاصلها يا موج يا بايع وشاري، هدي خلي الماركبة تقدر تمر. آه يا موج البحر ناريت المواني في ليلة شتاء وتجود المطر، واللي ما ناسيه يظهر لي نساني تذكرة السفر، جواز السفر دمع على خدك، دمع على خدك، دمع على خدك، دمع على خدك، كيفاش نسحب ايدي باردة من يدك، كيفاش نسحب ايدي باردة من يدك. الله أكبر يا وطن الله أكبر، المجد المجد للوطن الله أكبر، الله أكبر يا وطن الله أكبر، المجد المجد للوطن الله أكبر. زخريدي يا أم الشهيد الله أكبر، جيشك عتي أمنك عتي شعبك عاني، الله أكبر يا تونس. نقطة أرجال السطر يزي ما حكيت، قالوا لي جاني الخبر يزيني مليت، نقطة أرجع للسطر يزي ما حكيت، قالوا لي جاني الخبر يزيني مليت. يا ما عليك صبرت يا ما انا راعيت، وانت اللي تنكر وانت اللي تناسيت، يا ما عليك صبرت يا ما انا راعيت، وانت اللي تنكر وانت اللي
قلت لي ذكريات هذوما ذكريات وبعض والله. الحقيقه قدمت وقلت بعض الاعمال لزهر الشعير والله يعطيكم الصحه. اما بعدها انا باش جمو ريكتيفي معناها باش نصلح روحي بروحي الملحن والمطرب طبعا أنا الملحن والمطرب انا قبل ما هكا سبقت لك الملحن قبل ما كل ملحن كنت مطرب خاطر عملت 4 شرايط بصوتي وخذوا صدى كبير وتوا عندي انتاجات جديدة لكن إن شاء الله ربي يسهل. على ذكر الانتاجات الجديدة وإحنا اليوم مش نسمعوهم برشا أغاني في نوعية قريبة برشا وفيها برشا الشجن. الأغنية اللي باش نسمعوها توا هي أغنية على الأم. هي أغنية على الأم لأول مرة هذه. أول مرة تبث وهي أم معناها جديدة يعني جديدة هذه عندها 3 أيام. الأغنية هذه زاد نهدها للجالية التونسية اللي في الخارج كل اللي أنه هو غريب يحكي مع أمه. سي لازر حتى نوضح أكثر زادة ما هيش وصية أم لأنك لا غنيت لا أكثر لا من لا مرة على الأم ليش وصية أم اللي غنيها فؤاد بالشيخ واللي تحصلت على الجائزة لا, لا 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 لا, لا. هذا موضوع آخر آخر أعمالك طبعا الأم هي موضوع شاسع وقد ما نغنوا عليها تطرقوا له برشا وما نجموش نوفوا. طيب ما هذا جديد لازر الشعير. يا ما يا ما يا ما يا ما
فيك الموضوع كيف ما قدمته وقلت ما نجم كان يمسنا يعني في برشا شجن وفي برشا احساس. شكون باش يغني الكلمات هذوما اللي قلنا لي اول مره نسمعوها من اليوم؟ اول مره حاضرين هذه حاجه من اخر اعمالك. اخر اعمال شكون باش تحسن؟ والله ما زلت ما رشحتش لتو. شكون ينجم يكون؟ لازهر شعير ينجم يكون، علاش لا؟ نجم تقعد الاغنيه هذه من اغاني؟ نعم طبعا، علاش لا؟ علاش لا؟ هو راه الملحن يغني غنايته خير طبعا بكثير من المطرب باش اداه، لان الاغنيه هي عباره عن ابنه ولا بنته ما خارجه من احاسيسه. حتى نختم على الاغنيه هذه، علاش سي الازهر ما نغنيوش للبو؟ معناها ديما للام، معناها ربي فضلها وربي يخلي لنا امهاتنا الكل، ولكن نصيب الاسد للام، علاش ما نغنيوش للبو؟ حتى هو عزيز على قلبنا ونحبوه. لا عزيز طبعا وعنده مكانته في قلوبنا طبيعي، اما البو والله قليل، معناها موجودين ولكن قليل، قليله برشا. وصحيح الملاحظة، ما البو ما ديما كاسح، الأم ديما طيبة وديما حنينة. أي ملك صحية محلها في بلاصتها و... آه ونعرفوا قيمتها من بعد، صحيح ولا؟ والله صحيح. إن شاء الله. علاش لا نستناو؟ علاش لا؟ علاش لا؟ هو موضوع أنا نجم نطرقوا له، علاش لا؟ ما فما حتى مشكلة. باهي أنا غنينا تو حتى وسمعنا زوز أنغام لوليني على وطننا على تونس طبعا الحلوة الجميلة، والنغم الثاني للأم العزيزة على قلوبنا. فما التزام سي الأزهر في الأغاني نتاعك، في اختياراتك الموسيقية، في اختياراتك الشعرية، الكلمة اللي تغنيها، فما نوع من الالتزام، لأنه الالتزام مش فقط أن نغنيه للوطن وأن نغنيه في وقت لا الأزمات لا ووقت الضيق، ولكن أيضا أن نغنيه المواضيع هذه بالذات. هو هذه معناها ساعة مبدأ، لأن الفنان إذا كان ما عندوش مبدأ وما عندوش طريق وما عندوش شماء راسمه القدام، ما نتصور إذا كان باش يغني معناها ما هو منه ومنه ساعة. أنا نلوج أول حاجة وأخر حاجة على البصمة الموسيقية. أي. البصمة مهمة ياسر في معناها في حياة كل فنان، وأنا نلوج عليه تويك، وخاصة في ألحاني وفي الكلمات اللي ناخذها. حكينا على الغزل لغاته ونغنوا حاجة على الغزل معناها وعلى الحب بمنطق راقي. أنا إيش نقول لك؟ أنا يقولوا لي الوقت مع الوقت وفي تعرف معناها في سوية على الوقت يجري، خاصة كي بدا عنا قامة من قامات الحقيقة الموسيقى في تونس. ما نجمش تكون ضيفي سي الازهر الحقيقة وما تغني ليش حويجة ولو جملتين، ها غني لي شوية في البدوي، في الكلمة البدوية بالجنوب نتاعنا، نشموا ريحة البلاد، وانت عندك عارف كامل كان اسمه نسمة الجنوب خدمت به صيفة عام ناول. عيون المحبة من بعيد يبانوا، ولو ينزلوا في العبد أراهم خانوا، من بعيد يبان عيون المحبة من بعيد يبانوا، عيون المحبة من بعيد يبانوا،
يعطيك الصحة. هكا عملنا احنا جولة الحقيقة في برشا نوعيات قراب من قلبك ويقدموك. وهذا كل رانا مع انا خلينا شوية من الحرب. هذا واضح. انا حبيت على الاستضافة هي مش نقول الجديدة تاعي مع الفنانة الصديقة نوال غشام في اغنية جديدة. ثم عندنا هي كانت في نفس المكان نتاعك وسمعتها هذا هو وقالت انه عندها جديد باش يجمعها بلازا مليت عيني ومليت عيني شد مليت عيني وشبت فيك عيني عشاقة ليل ونهار نحلم بيك ديما مشتاقة مليت عيني وشبت فيك عيني عشاقة ليل ونهار نحلم بيك ديما مشتاقة. هذه جزء بسيط هذا هذايا افونغو خلينا نقول حتى اللي يكون العمل حاضر. نقول ان الجديد زاد مع عندي الصديق الشاعر حمادي زعيبت في عمل مع فنان تونسي عايش في بلجيكا اسمه كمال تونسي ان شاء الله باش نعملوا له تري بيانتو برودوي جديد. ونقول لكم بارك الله فيكم على الاستضافه. شكرا لك انت سي لازم صدقني الوقت مشى بسرعه البرق. يعني قلت لك تبدا في حضره قامه من لا وفي حضرتكم انتم لان المنشط زاد من المنشط يعطي الاريحيه للمبدع وخاصه نشكر الاخوه بتاع الصون اللي عطاوك ليكو باش خليوك تفضل. حلوه برشا ومشكورين خويا المهدي الصديق العزيز عليه. يعطيك الصحه سي لازم. بارك الله فيكم وعلى الاستضافه وانا لازمتكم في اي وقت. يعطيك الصحه وانا باش نقول لك مشكور انك اخترت باش تقدم جديدك بالصوت وبالعازف اخترت المحطه نتاعنا القناه الوطنيه الثانيه واخترت برنامجنا باش تكون حاضر بعد غياب تلفزي طويل. يعطيك الصحه مره اخرى باش نهزك مانيش تبعدوا بعيد باش نودعك ولكن باش نقول لك اسمع معايا اللحن هذايا وانا نعرف انه من اقرب الالحان والاغاني لقلبك. نسمعوا بعض. هذه طبعا من ألحان الملحن والمطرب لزهر شعير اللي كان حاضر بيناتنا ومعانا. نواصلوا للقاء نتاعنا الفني والثقافي مع تظاهرة هي مبادرة حلوة كانت بمبادرة من طلبة الميديسين تونس كلية الطب تونس وعندها بعد ثقافي وفني. باش نرحب بك عزيز الخروبي. مرحبا بك مدير التظاهرة هذه. مرحبا دكتورز جود تالنت. عايشك. مرحبا بك ناس. مرحبا باللي يتفرجوا فينا الكل على الوطنية الثانية. دونك كان تسمح لي نقدم الجمعية قبل ما نحكي شوية على التظاهرة. دونك نحن أسوسيا ميد تونس جمعية طلبة الطب والأطباء الداخليين فرع تونس خاطر فما فرع مستير فرع صفاقس وفرع سوسة. كلية الطب تونس كل كلية عندها فرع في مع أسوسيا ميد ينشطوا بيان سور تحت البيرو ناسيونال متاع أسوسيا ميد. واللي هي بيان سور تنتمي للمنظمه العالميه نتاع طلاب الطب اي اف ام اس اي. دونك جمعيتنا تخدم فيها ليجين داخليه وليجين خارجيه. الليجين الخارجيه بيان سور تخدم على الصحه الانجابيه على الصحه العموميه على حقوق الانسان يعملوا قوافل صحيه يمشوا المناطق الداخليه يمشوا عملوا للباجه ثلاثه معتمديات وكل. وفما ليجين داخليه
فما لجنه رياضيه، فما لجنه ترفيه، وفما اللي هي بالثقافه والفنون، وفما اللجنه الثقافيه ايفيكتيفمون اللي هي تحت اطارها هي فما التظاهره هذه دكتورز جوتن. طيب شنو رايك تحكي لي عليها؟ بيان سور. تحكي لي على اهدافها، تحكي لي على شكون باش يشارك فيها، وتحكي لي شنو باش نراو فيها، وكل التفاصيل بعد ما نسمعوا ايمان مجده الصغير في الاخبار الفنيه والثقافيه السريعه ونرجع لك. اوكي مرحبا بكم من جديد كويك نيوز الاخبار السريعه. نبداو باول اخبار، نمشيو لنابل وين يتم باش يتم تكريم المرحوم الممثل سليم محفوظ، وباش تكون بالطبيعه في دوره سيت المهرجان المغاربي لمسرح الهواة بنابل، والدوره هذه باش تحمل اسم المرحوم الممثل التونسي سليم محفوظ. او كالدوره هذه باش تبدا نهار 2 وتتواصل حتى 5 نوفمبر. باش نمشيو نحكيو على كواليس فيلم باش تشوفوه في ايام قرطاج السينمائيه في دورة 28، فيلم المفيدة فضيلة آية. فيلم آية يحكي على طفلة صغيرة عايشة في عائلة سلفية. تفاصيل أكثر خليوها باش تتفرجوا فيها في الفيلم هذية في أيام قرطاج السينمائية، ولكن قاعدين نشوفوا في كواليس تصوير الفيلم. مديرة التصوير هي فريدة مرزوق. فريدة مرزوق هي زادة مديرة تصوير فيلم تونس الليل لياس بكار، وهذم تصور كواليس الفيلم هذية كما قلت. ونعود نذكر آية المفيدة فضيلة باش تشوفوه في أيام قرطاج السينمائية في الدورة 28، وحكاية ياسر مزينة. البطولة في الفيلم هذا الغانم الزريلي، زيدا نلقاو عفيف بن محمود. من تونس نمشيو للبنان، وعمل لفنان سوري حكينا عليه قبل هو عبد الكريم حمدان. صعبها علي، شفنا البرومو متاع الكليب هذايا، ما توا فرصة باش نشوفه جديد عبد الكريم حمدان. صعبها علي. سامع بقلبك صوت تكسير وعود واللي تسهب الحب، قولي لخوفك إني معك موجود لآخر دقة قلب. سامع بقلبك صوت. دونك هذا هو كليب جديد عبد الكريم حمدان، صعبها علي. غدا باش نرجع لكم في كويك نيوز كما تعودتوا. الجمعه اللي فاتت اعطيناكم فكره على الافلام التركيه، غدا باش نعطيكم فكره زاده على جديد واخبار الممثلين والفنانين والناس اللي نعرفوهم مغرومين بهم الاتراك. سينون توا نرجع نكملوا طوق الياسمين مع ايناس وظيفه. يعطيك صحة إيمان. احنا نحكيه على تظاهرة طبية، قولوا ثقافية فنية عزيز، نجم نقولوا على دكتورز جوت تالنت. شنو نجم نصنفوها ساعة من الأول؟ هي ثقافية أما معناها بتنظيم طبي. معناها هي تظاهرة ثقافية بالأساس، بمبادرة من طلاب كلية الطب. طلاب كلية الطب إفكتيفمون. دونك التظاهره هذه دكتورز جوت تالنت، معروف الكونسيبت معناها عالمي، امريكاز جوت تالنت، عربز جوت تالنت، وكل هذه هذه الفيرسيون التونسيه، معناها هذه الفيرسيون التونسيه الطبيه الطبيه. فوالا دونك حابين نحن بمبادره من 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 طلبه طب ومن اسوسياميد تونس، معناها حابين تكون مسابقه ما بين طلاب الطب نتاع كليه تونس يتسابقوا، معناها اللي عندهم مواهب كسوسوا غناء، تمثيل، رقص، مسرح، شعر، فنون الكل. فنون الكل. أي. احنا نراو في بعض الصور هذوما للدوره اللي فاتت هذوما، وانتم في دوره خامسه سنه هكا ولا؟ دونك هذوما من الدوره الرابعه. هذوما صور من الدوره الرابعه، من الفينال نتاع الدوره الرابعه اللي كانوا فيها ضيوف معناها من لجنه التحكيم معروفين، ما سي حسين الدوس، مدام جودة ناجح، ومدام ناوي الغشام. اي خليني نحكي اكثر شويه على التظاهره، معناها كيفاش باش تتم. معناها هي دونك تقول لي مسابقه وتقول لي فما معناها في فنون مختلفه، فما كاستينغ مالا؟ فما كاستينغ اللي هو نورمالمون ان شاء الله باش يكون ما بين 10 و ما بين 13 و 15 ولا 16 نوفمبر، معناها حسب عدد المشاركين معناها اللي باش يقيدوا في الاسبوع اللي من قبل الكاستينغ، اللي هو باش يكون بين 6 و 10 نوفمبر. باش يكون ان شاء الله فما انستون دو ميدياتيزاسيون في الكليه، معناها مفتوح لطلبه الطب الكل، مرحبا بهم، يحبوا يجيو يقيدوا، عندهم مواهب ما يسالش، معناها فينالمون كنا ديزاماتور، مرحبا بهم الناس الكل اللي عنده موهبه
ما يجي قايد معنا الاسبوع القادم مش الاسبوع اللي بعده. طب حسب التجارب عزيز نتاع الدورات اللي فاتت ما شاء الله اربعه يعني هذه الدوره الخامسه. هذه الدوره الخامسه عندكم معناها شويه تجربه وشويه خبره. العوام اللي فاتت خرجتوا برشا مواهب، فما مواهب بحق معناها خرجت من كليه الطب، فما مواهب داير في الدوره الفارطه معناها نحن كنا هو خاطر الاكثر يستنيو معني يقول لك باش يجيو الاكثر اللي يغني وباش يجيو الاكثر اللي يعزفوا. يبان في الدوره الفارطه ربحوا جماعه معناها يعملوا من المسرح، قدمونا معناها بيست ادخال فينال وهما اللي خذوا المركز الاول وربحوا الجائزه الاولى وغير الشعر وغير المواهب الاخرى الكل. هي السنه شنو جديد بارابور العام ناول؟ السنه فما برشا مفاجئات، فما برشا مواهب جديده معناها غير الشعر وغير المواهب اللي سميناهم الكل. ان شاء الله تو يكتشفوهم معانا الكل ومرحبا بهم. يعطيك صحة عزيز. طبعا هذه مصافحة أولى معاك وأفون قولي أنه الحدث مازال نهار 22 باش تكون السهرة الختامية سهرة التتويج، وإحنا نفرحوا برشا لأنه تاريخيا تعرف في تاريخ العرب نعرفوا برشا طبة يبدا يقول شعر طبيب ويغني مليح ولا يعزف مليح هذا موجود وهذايا مثال. نخرجوا شوية من الصورة النمطية نتاع الطبيب يقرا يخدم يخرج مثالش مواهب تتفتق حتى في كلية الطب. سيدي إن شاء الله بالتوفيق للتظاهرة هذه الكل وإن شاء الله نسمع عليها الاخبار الطيبه. شكرا لك. هكا نوصلوا عزيز الختام للحصه نتاعنا لليوم، غدوه ان شاء الله.